فرينيا مش اسم كبير لكن ظهر لي يبحث زي في كوب دافريك ظهر لي منتخب معناتها عنده ديكاليتي باهين كيف كيف ما خفت مع السنغال بالسيف صحيح فرينيا رينيهم اللي خاصة في كوب دافريك عملوا بال كومباني وعملوا مشروع باهين خرجوا مالي حتى عملوا في الكاليفيكاسيون كوب دي موند ربحونا في بلادهم اما اليوم يظهر لي منتخب تونس قدام جمهوره في بلادنا عملنا ماتش باهي خاصة بال انتام دو ماتش على غال بريمير ميتو ما نجمناش نماركيو بونتو اما دوزيام ميتو دخلنا avec la même mentalité ou chef quand حلت بعد on a déroulé alhamdoulillah c'est un bon début la campagne de qualification de coupe d'Afrique وان شاء الله باش نكملوا هكاك وانا ماتش بتصوان باش نركزوا عليه شويه راني وليت انتو شابل في الديفونس تاع ليكيب ناسيونال منتصر الحق في ليكيب ناسيونال ما فما حتى واحد انتو شابل لازم ديما واحد يكور الماتش الجاي كيما ينجم يكون اخر ماتش نتاعو معناتها انا شرف كبير باش نكون موجود تيتولير توا في ليكيب ناسيونال وخدمت باش نربح البلاصه هذه خدمت برشا باش نربحها اما كما قلت لك ديما اي واحد باش يكون موجود في ال 11 تيتولير تاع ليكيب ناسيونال ديما يعطي لو بلوس وعندنا دي جوار دو غراند كاليتي كسا سوا القدام كيما التالي وان شاء الله ان شاء الله نكمل هكا ان شاء الله نكمل بالكونسنتراسيون وبالروندمون هذاك ونزيد نتحسن. باش كنت ترتاح اكثر في الاكس غاندري برون بلال؟ لا انا نجمش نقول لك اسم الحق اللي يجي حتى كان انا ما نبداش موجود الكلنا اصحاب من برا من تيران وخاصه الكلنا عندنا دي زوتوماتيس معناتها في الانترينمون كلنا نخدموا فرد خدمه الكلنا عندنا اوني دي غران اكسيون افيك بوكو دو كاليتي واللي باش يكون موجود ديما في ال 11 تيتولير باش يعطي كل ما عنده وان شاء الله ديما باش نبداو مربوحين معناتها ليكيب ناسيونال عجبني كل شيء ديما ربحين مش مربوحين سامحني ديما ربحين وليكيبنا كيما قلت لك ليكيب ناسيونال ابجد من كل شيء.